نعم سيدي أعزك الله، يتقدم للمثول بين يدي جلالتكم نصركم الله رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قالك سيدي، الله يصلحك ويرضى على قالك سيدي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا، أن أكون مخلصا لديني، لديني ولملكي، ولملكي ولوطني، ولوطني، وأن أؤدي مهمتي، وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة، بصدق وأمانة، وأن أخدم الصالح العام، وأن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب، صاهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابه، ووحدة ترابه. الله يبارك عمر سيدي. Thank you.